شاومي عندها موبايل في السوق اسمه ريدمي 5 بلس. الموبايل ده سعره 3200 جنيه مصري، ونزلت موبايل جديد اسمه S2، الموبايل ده سعره 3000 جنيه مصري. يعني شاومي بتنافس نفسها بشكل واضح، فتفتكروا ليه شاومي ممكن تعمل كده؟ ده السؤال اللي هنجاوب عليه في اخر مراجعتي لشاومي S2. انا احمد مدحت ويلا بينا نبدا. خلونا نبدأ بالتصميم اللي مشابه جدا لتصميم نوت 5 من شاومي، بس هنا في شوية اختلافات للأفضل. أولا في هنا خطوط أنتنة مديها شكل جمالي أكتر للموبايل، بس خطوط الأنتنة هنا مرسومة على الجهاز من بره مش محفورة في جسم الجهاز، ففي الحقيقة مش عارف إذا كانت خطوط أنتنة حقيقية ولا خطوط أنتنة بس مجرد شكل. وهنا من ورا في بروز للكاميرتين موجود، بس البروز الموجود هنا أقل من الموجود في النوت 5. كمان مكان الكاميرتين دخل شوية لجوه في جسم الموبايل بدل ما كانت متطرفة قوي في نوت 5، وجسم الموبايل هنا مصنوع من البلاستيك بس مطلب مادة عشان تديك إحساس انه معدن، وده على عكس ريدمي 5 بلس اللي بيجي من المعدن. وكالعاده خلينا ندخل على نقطه القوه الموجوده في كل اجهزه شاومي، وهي اكيد الاداء. الموبايل بيجي بالمعالج اللي شاومي معودانا عليه في كل الفئه السعريه دي، وهو سناب دراجون 625 مع 3 جيجا بايت رام و32 جيجا بايت ذاكره داخليه. المواصفات دي هتضمن لك اقوى اداء موجود في الفئه السعريه دي، وده اللي شاومي معودانا عليه تقريبا في كل الفئات السعريه. الاداء كويس جدا في استخدام السوشيال ميديا زي فيسبوك، انستجرام، واتساب وغيره من التطبيقات اللي بنستخدمها بشكل يومي. بالنسبه للالعاب فالاداء في الالعاب برضو يعتبر الاقوى في فئته السعريه. اصدار اندرويد اوريو هو الموجود هنا مع واجهه المستخدم الخاصه بشاومي مي يو اي. في مميزات كتيره موجوده في واجهه المستخدم الخاصه بشاومي، زي انك تعمل نسختين من نفس التطبيق باكونتين مختلفين على نفس الموبايل. موجود ميزه اسمها سكند سبيس، ودي بتعمل لك مساحه جديده تماما في الموبايل بتاعك، تقدر تستخدمها كانك بتستخدم موبايل جديد. وموجود اختصارات التنقل اللي شفناها في نوت 5، بتسحب من اليمين او من الشمال بيعمل باك، بتسحب من النص بيرجع للهوم، وبتسحب من النص وبتقف جزء من الثانيه بيفتح لك الرام. شاشة الجهاز بتيجي بحجم 6 انش وبريزوليوشن اتش دي، بس مش فول اتش دي زي اللي شفناها في ريدمي 5 بلس، ودي نقطة ايجابية طبعا لريدمي 5 بلس لان وضوح الشاشة فيها هيكون اعلى. والشاشة بتيجي بالابعاد الجديدة 18:9، بس هنا زي كل اجهزة شاومي في الفئة المتوسطة الحواف اللي موجودة فوق وتحت ويمين وشمال الشاشة بتكون كبيرة شوية، فما بتديكش احساس انها شاشة بالابعاد الجديدة قوي، وبتخلي مسكة الموبايل مش مريحة قوي مع حجم الشاشة ده. وبالنسبة للالوان والسطوع فتمام، ما عنديش معاهم مشكلة، رغم ان في ريدمي 5 بلس افضل بفرق بسيط. ندخل على الكاميرات، الموبايل بيجي بكاميرا امامية 16 ميجا بكسل مع فلاش وفتحة عدسة 2.0. واداء الكاميرا الحقيقة معقول في فئاتها السعرية وافضل من ريدمي 5 بلس، بس في نقطة لازم ايدك تكون ثابته جدا وانت بتصور بالكاميرا الاماميه، لان معظم الصور بتكتشف انها مهزوزه بعد ما بتصور، فلو ما كانتش ايدك ثابته جدا وانت بتصور هتلاقي الصور طالعه مهزوزه دايما، والتصوير بالليل نسبه النويز فيه بقت اقل كتير جدا، ودي حاجه مش هتلاقيها في الفئه السعريه دي، بس في المقابل هتخسر نقطه ان تفاصيل الصوره بتلاقيها بتروح شويه. ورا في كاميرتين، الاولى 12 ميجا بكسل والثانيه 5 ميجا بكسل، والاثنين بيجوا بنفس فتحه العدسه 2.0. واداء الكاميرا متوسط بالنسبه للفئه السعريه اللي نازل فيها الموبايل في الاضاءه القويه، بس في التصوير بالليل الاداء مميز جدا زي ما بيحصل في الكاميرا الاماميه. نسبه النويز فيها قليله جدا رغم ان التفاصيل برضو بتروح من الصوره، بس كمجمل الصوره شكلها بيطلع حلو جدا، واعتقد ده المهم في الفئه السعريه بتاعه الموبايل ده. طبعا ميزه العزل موجوده هنا في الكاميرا الخلفيه بحكم ان في كاميرتين، والعزل هنا اداؤه ممتاز بالنسبه للفئه السعريه اللي نازل فيها الموبايل، بيحدد الاطراف بطريقه كويسه جدا، بس طبعا ما يقارنش بالعزل الموجود في نوت 5 لو عايز تقارن بينهم. لو مهتم بأداء البصمة فهنا عندك بصمة خلفية أداءها سريع جدا جدا، دي أسرع بصمة خلفية موجود في الفئة السعرية دي، أسرع حتى من ريدمي 5 بلس. وبطارية الجهاز 3000 ملي أمبير، ودي حاجة غريبة شوية لأن شاومي معودانا في الفئة السعرية دي على بطاريات 4000 ملي أمبير، بس عامة أداءها معقول، بتدي حوالي 6 ساعات سكرين أون تايم، وده معناه إن لو استخدامك من خفيف لمتوسط هتكمل معاك اليوم لآخره، أما لو استخدامك من متوسط لتقيل فهتضطر تشحن البطارية قبل نهاية اليوم. والسماعة مكانها تحت على اليمين في المكان المفضل بالنسبة لي اللي
مش هتكتمه بايدك لو انت بتتفرج على فيديو او بتلعب. وصوت السماعه عالي وواضح وما عنديش معاه مشكله، بس مقارنه مع الريدمي 5 بلس فالريدمي 5 بلس بيكسب شويه لان صوته اعلى. والموبايل بيدعم تركيب شريحتين زائد كارت ميموري، ودي نقطه مميزه. وموجود لمبه اشعارات وجيروسكوب سنسور وانفراريد عشان لو حبيت تستخدم الموبايل كروموت كنترول. طيب الخلاصه اللي فيها الاجابه على السؤال اللي كنت سالته في البدايه، والاجابه ان شاومي عندها موبايل قوي في الفئه السعريه ديت اسمه ريدمي 5 بلس، والموبايل ده قوي في كل حاجه ما عدا نقطه واحده بس، وهي الكاميرات. وهي نقطه ضعف واضحه في ريدمي 5 بلس، وشاومي شافت ان في شركات تانية موجوده في نفس الفئه السعريه بتبيع بسبب ان الكاميرات عندها قويه. فشاومي قررت تنزل بالاس 2 اللي بيديك كاميرا اماميه كويسه وكاميرا خلفيه باداء مقبول واداء ممتاز سواء في الاضاءه الليليه او في العزل، وهتديك كمان نفس المعالج والاداء الممتاز الموجود في ريدمي 5 بلس، بس هتضحي بشويه حاجات زي ان الموبايل بلاستيك، ريزولوشن الشاشه اقل، والبطاريه كمان اقل، وشويه تفاصيل تانيه صغيره عشان تخلي العميل بتاع شاومي يكون قدامه خيارات اكبر بدل ما بيروح لماركه تانيه بسبب الكاميرا. بس دي كانت كل حاجه عن اس 2، بس لسه في اكتر بكتير في الفيديوهات الجايه، فتاكد انك عامل سبسكرايب للقناه ومفعل زرار الجرس. وممكن تتابعني على فيسبوك وانستجرام من خلال اللينكات الموجوده تحت في الديسكريبشن. انا احمد مدحت وكالعاده استنوني في الفيديوهات الجايه.